الدراري السلام عليكم، كنتمنى الناس كلكم كاملين بخير وعلى خير. انتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في نهار جديد، انرجي جديده ورياكسيون جديده واحسن رياكسيون في مجرات درب التبانه. واليوم خرجت لكم بواحد التراك اللي تطلب بزاف في الانستغرام. قالك كتقولها وكتضحك. قالك دي بلاكا الا حنا تراك سميتو 26 سنت. انا علاش ضحكت؟ واحد خونا صيفط لي البارح ليا في الليل وقال لي الكليب راه زائد 28. كتب لي زائد 28، جاني الضحك. المهم اخوتي دي بلاك عمرنا سمعناه وعمرنا درنا له شي رياكسيون، حتى شفناه مطلوب هذه وجينا نديروها ونسمعوها. هادشي علاش اخوتي، هادشي علاش حنا في الاول ما عرفناش بان راه شكون هو هاد دي بلاك، ما كنعرفوش اصلا بلا ما يجي شي واحد يماركي. انا كنعرف الصراحه، انا ما كنعرفش دي بلاك. وهاد نايمار انا كنعرف نايمار غير ديال باريس سان جيرمان. نايمار خد دي بلاك، انا كنشوف بنادم كيقول لي راه نايمار دي بلاك، انا ما عارفهمش اخوتي، انا كنعرف غير تراب كينغ ودي بلاك. دي بلاك هو عشيرة تراب كينغ، فهمتي؟ واش كانت بيناتهم؟ ولا كان جا ديدين عندهم؟ شفتو في داك الفيديو، وكان جا فيديو كليب، كيجي في كليب بس مع تراب كينغ، راه جا مع ووك لايك يدير لهم واحد اللقطه كيدير لهم. شفتو؟ ايوا هذا هو دي بلاك، يقول لك محابسي وكذا. ولكن دابا واش هو شابكا هو بتراب كينغ؟ راه شابكا هو بتراب كينغ، يعني شابكين عرفتي علاش شبكوها؟ علاش؟ فاش تراب كينغ جاب الناس على الديدين في البيف ما بين المغرب، صحابنا ما عجبهمش الحال وقالوا له انت بياع. فهمت دابا البلان. برافو. المهم اخوتي بلا ما نطولوا عليكم، كيف ما ديما الا كنت اول مره كتشوفنا هبط لتحت طرش ديما داك سبسكرايب وفعل الجرس وتلاحى عندنا انستغرام اللي هو هذا ولا هذا، تما غتلقاونا ديما. دخلوا نسمعوا البارح تراب كان كلاش الديدين وكلاش الدي بلاك، كلاش حتى الديدين بلا ما يجي شي واحد يقول لي بيك خفيف. كيفاش بيك خفيف؟ كلاش صح. قال لهم عندك معايا فيس ماشي 10، هذه على الدي بلاك وعلى الديدين بجوج. سير على الله نسمعوا دابا الدي بلاك كيبقاو يطلعوها عليه، داكشي اللي جاتني الضحكه. يقولوا زعما راه بقى ما كيرابيش ولا شي حاجه. المهم حنا اول مره غنسمعوا، انا اول مره نسمعوا شنو ار كوبيرايز. سير غير سير، ما كاين لا كوبيرايت لا والو. جيبني سواد احنا فين ولينا؟ احنا فين ولينا؟ دي بلاك راه في امريكا. احنا ولينا في الاكس عامر وشامس. زيد اخي معروف كتير انت يشت تعرف السيرة. جانج بانج ما رونديناش، جانج بانج حنا ما فريناش. جانج بانج تبقى في راسك قادي بليك يا خادع ناسك. اليوم غرقت وتكسر كاسك، جاك المال والحق خلاصك كي تقدر. سطورة زوينين، سطورة اللي سمعت في الاول، سطورة مزيانة، سطورة مزيانة. انا صدمني حاسس شتهم كيطلعوا عليه، قلت واقع لا راه ما كانش سطورة مزيانة، لكن راه غادي هادشي اللي بدا في الاول راه سطورة زوينة. جانج بانج معروف كتير انت يشت تعرف السيرة. جانج بانج ما رونديناش، جانج بانج حنا ما فريناش. جانج بانج تبقى في راسك قادي بليك يا خادع ناسك. اليوم غرقت وتكسر كاسك، جاك قادي بليك يا خادع ناسك. ولكن عجبني الكليب زويون وخافي قصيرات. هو الكليب اخويا شوف شنقول لك انا بحال ديما دائما كنقول والله هاد اللعيبه ما كتعجبنيش الشيء ديال جيب البنات. جيب البنات باش تجيب البنات، ولكن الكاليتي ديال الفيديو زوينه بانت لي. ايوا هي الكاليتي. لا بعدا حنا ما كنهضروش على الكاليتي ديال الفيديو، الكونسيبت ديال الفيديو. الكونسيبت ديال الفيديو ما فهمتش، حنا عاد نشوفوا شنو واش فيه شي فكره غيوصلها لنا ولا غيدير شي حاجه باش يطلع الفيوز. المهم نشوفوا نكملوا. كل مال والحق خلاص كي تكذب، وشنو احساسك ولا الزب هو اللي خصك. مانيش نسمع كاع في حسك، نقول شكون اللي في صغرك مسك. واش تكون باش انا نعسن خليك هك غارق في رخصك. جانج بانك تعرف الزب، جانج بانك مانيش مربي كل شبان وخليه مخبي. دي بلاك لا بالرجوله سكاي سكاي كلمات مزيان غادي معقا فيا. شنو خصك شكون مسك وشكون الحسك؟ كاينين كلاشات كاينه. هو باش ما نركزوش عاوتاني على الكليب صافي بلا ما نقولش على الكليب. انا غنمضى توني كالعربي ما تقدرش التسيس زنك بقى. شو شنو ده؟ اه دار شي حركه، دار واحد الحركه في رخصك. جانج بانك تعرف جانج بانك مانيش مربي كل شبان وخليه مخبي. دي بلاك داتوني كالعربي ما تقدرش التسيس زنك بر ولا لي بومبي ولا فراسو تقمام القح. متكي على الطرف شد في طرف فهمت شنو بغا يوصل. دي بلاك حسب له كرره في امريكا، احنا غير في العربة غير احنا غير شويه اخاي. شوف دي بلاك دي بلاك وقال انا بلي مانسبير امريكان بزاف. لا هو شوف الانسبيراسيون امريكان، ولكن شوف الامريكانيين فاش كيحطوا هاد الكليبات بحال هكا
عندك ما تلومهم شنو غتلومهم عقليتهم الكيلسر ديالهم ديال هكا ولكن دابا تنسبر منهم في الفلوف قدام ماشي طرافه صاحبي هادي حكايه خاين القربي امبوسي معايا تلعبي امبوسي معايا تلعبي ظلم بجنس كون في حياتك ومفكر كاع في يامات تفرش لك كاع اللي فات نبريزونطي لك ما مات يدي دابا بلان كيجبدلو القادم كلاشات كاينين صح كاينين كلاشات لا كاينين كلاشات حنا نديرو راحنا نديرو راسنا ما نهضروش على الكليب حنا نشوفو الكلاشات فرشين خيات بلا رجله وزمن اللي فات دي بلاك نخبط باللور دي بلاك كلامي فالور نخطب عليكم وشاكور خروف كينغ ملح من اللون طلع عفو كينغ ملح من اللون نكمل هاد اللعيبه هادي هادي باينه على الطراك كلامي فالور نخطب عليكم وشاكور خروف كينغ ملح من اللون طلع عفو قوت تتخطى الصور سمعني بيت وش راح نقول صباعي ليك نيك المسطور لا عيقت يا خي والله لا 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 زعما بروج ولا احنا في اليوتيوب راه غير اليوتيوب احنا في اليوتيوب ماشي في الاكس ان ما اخوتي صافي بلا ما نزيد نتعمقوا في هذا الموضوع دخلت انا دابا ما ندواش في كليب كتبغي كتعيا ما تديهاش في الكليب ولكن كيدير شي لقطه اللي شوف سيف عليك تديه في الكليب حتى بروك راه 50 سنت دير بلاك غير دير بلاك على عم طلع 20 في الطل اسمع مليح القافية وني كمتهم الباقية واللي حوس عليا مرحبا بيكم ما نبلية بيك كوينتي يولية تقعد العلي صباح وعشية يا خاين القادية تعيا تجري تولي ليا ولكن انا هضر واحد ثاني على واحد اللعيبة اخرى تا الكلاشات كلاشات بازيك بالرجوله باش ما نافكوين بازيك اصاحبي هاد اللعيبه لا في الاول كان غادي مزيان الصراحه باش التراب كوين تراب ماشي تقول راه كنجيو من جهه التراب كينغ حيت هذا حيت هذا يمكن ما عندوش بيبليك كبير ولكن راه بالرجوله حنا نهضروا على الكلاش بازيك ما ما عادي تراب كوين تراب كذا في الاول كان غادي مزيان كان غادي مع القافيه انا فوقاش كيعجبني الكلاش فاش كيكون مثلا كتجبدلو شي حاجه شي لعبه راه ما ناويهاش حتى البيبليك ما ما تراب كوين راه انا نجي نكتب له تراب كوين براه كاين هادي ماشي اش كيداير نيا ما تخافش نعرف الميزيرية الغلاق خل مصغور في يدي والناس برتو تحكي ليا الحمد لله قدري ليا راني نحويك يا زكيه تلعب الجابو للحار ناسي اما رحنا شو فورنا صاحبي ليلى شو هادشي بزاف بعد داك الدري قال لك راه واحد الدري قال لي راه بلس 28 منو محتار زكية قحبة غدار زكية شكون زكية زكية هو تراب كين تراب كين زكريا زكريا كيقول له زكية زكية غير ركبني كولو دارا والزامل سحبت خسارة بلا ما نحكي على الحمارة روح في ليها تلقى المارة تعشق وتكبر على الكارا وانت تبقس لي بالبارا من القصبة حتى السوستارا باب جديد نايا حضارة كبير معروف في الديرة انت عجبتني واحد الحاجة البياس اللي ضارب مقود بياس ميريكاني بياس ميركن بس هو بلي فيه ذاك اللون ديال المراك اللون ديال نيجا ديال المراك وكذا هو بغى بحال يجيب له ميريكان للجزائر وكذا وصافي هذا قال داك العقليه ديال المراك انا جاي نحطها لهم هنايا ولكن حنا كنبقاو عارض وكنشوفوا هادشي كنقولوا الله يمسخ الله يمسخ تعرف السيره كانك بانك ما رديناش كانك بانك حنا ما فريناش كانك بانك تبقى في راسك قاضي بليك يا خادع ناسك اليوم غرقت وتكسر كاسك جاك المال والحق خلاصك الاخلاص هو الكتمان والمحافظه على المحافظه على الصمت دائما حتى لو تعرف انه الصمت ما بلانش الرجوله ما بلانش ما بغيتش نهضر ولكن راه ما بلانش يخرب الدنيا الاخلاص مثل الموت تماما ما في مكان للمساومه اذا تجاوزت في الخط الاحمر مره ما في رجعه زعما قتلوه زعما قتلوه زعما قتلت سرابكي خوتي شنو نقول لكم لا نقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله بالنسبه للكلاش كلاش جاني بازيك الكليب ما الكليب راه شوف راه الاكس ان بورن هوب شي حاجه بحال هكا الكليب خصو يتحط في بورن هوب ولا يتحط بغيت نعرف واش هذوك اللي مثلوا معاه عرب واش 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 العرب باين عرب ولكن ما شو ما يكونوش عرب ما كنظنش يكونوا راه عرب باين غير من الفيغوره ديالهم ما تعرفش يكون جيبهم شي باكستان ولا ما عرفتش من باكستان انت كتشوفها كي داير زين باكستان الله يهديك واش كدوخ راسك المهم اخوتي شوف كون جابهم بلايصهم من كيجيو وكدا دبر عليهم عطاهم العاقه هذه خدمتهم هذا ما كان المهم اخوتي كانت هذه هي بورن هيب ديال هذا النهار تشوفوا بورن هيب في رياكسيون الجايه تهلاو في رياكسيون البورن